أزمة تسميم الجاسوس الروسي السابق تتصاعد بين موسكو والغرب. كل المؤشرات تقول إنها تذهب لمربع لا يمكن التنبؤ بمآلاته، أكبر عملية طرد لدبلوماسيين بين روسيا والغرب في التاريخ الحديث. كان هذا هو العنوان الأبرز خلال الأيام الماضية. الأزمة غير المسبوقة بين المعسكرين ذهبت خلال الساعات الماضية إلى ما يشبه الحرب، والتي يبدو صوتها يعلو شيئا فشيئا. فبعد أيام من الرهان على موقف مهاد من قبل الكرملين، مع تركه الباب مواربا لأي فرصة للحوار، أخذت الأزمة منحا آخر لتتحول فجأة إلى سباق تسلح، ويشتعل الموقف مجددا على نحو مخيف. حديث السفارات والدبلوماسيين طغت عليه أنباء تنبعث منها رائحة الحرب، كان أبرزها إعلان بوتين زيادة حصة الأسلحة الحديثة في الجيش الروسي إلى نحو 60%، وتشكيل مجمع عسكري صناعي ذي قوة تكنولوجية يبني جيش المستقبل في خطة السنوات العشر المقبلة. فيما وسائل الإعلام الأمريكية تنقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقولة لنظيره الروسي في اتصال هاتفي مفادها: إذا كنت تريد سباق تسلح فليكن، لكنني أنا من سيفوز. فما هي حسابات الكرملين وخياراته خلال المرحلة المقبلة؟